أخطأت أنه أبقته لهذه الفترة، ولا أنه قاعد تتعامل مع الفريق أنه مدرب يعرف الفريق أكثر وما كان فيه إلا هذا المنافس؟ حازم، إذا كان فيه من أفراد يستاهلون التحية والتقدير هي إدارة نادي الهلال. إدارة نادي الهلال أخوي حازم تحملت ضغوطات كثيرة، خلنا نتحدث من بداية الموسم والموسم الماضي. إدارة نادي الهلال خلال الموسم الحالي فترتين تسجيل الهلال لم يسجل، الاتحاد السعودي لم يضع جدولة تتناسب مع إدارة الهلال ومع الهلال، بحيث أنه المنافسات الخارجية عندما يخوضها نادي الهلال البطولة العالمية وكذلك دوري أبطال آسيا الجدولة كانت صعبة، أنت لا تستطيع محاسبة إدارة نادي الهلال، كذلك اختيار اللاعبين للمنتخب السعودي، هذا جانب. الجانب الآخر أخوي حازم، تغيير المدربين في وسط الموسم غالبا هناك ما يكون فيه أمور سلبية كثيرة، وشاهدناها مع كثير من الأندية وتحديدا نادي الهلال. إدارة نادي الهلال اتخذت القرار الصحيح باستمرار المدرب، ولكن لم يكن هو المدرب المناسب، بحيث أنه أتى في فترة بعد المدرب السابق جارديم. المدرب جارديم لا ينتج التكتيك المناسب للاعبين، بحيث أنه مدرب يلعب على اللعب المباشر ودياز يلعب على الاستحواذ الذي يتوافق مع إمكانيات اللاعبين. آخر سؤال عندي تأكيدا لما قلته، خسارة الهلال اليوم بسبب، أعطني كلمة، دياز. صحفي الرياضي عبدالله الزهراني، شكرا جزيلا لك على كل هذه، يعطيك العافية. شكرا حازم.